استعدادات وتحضيرات فارس الغربية تستمر خلال فترة التوقف. الجميع متكاتف، الجميع يسعى لعمل شيء خلال الدور الثاني. الآراء تختلف والطموحات تختلف، ويسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم مختلف من هذه الآراء. بالنسبة للدور الثاني، طبعا طموحنا أن الأمور تمشي على ما نتمنى، أن يتحسن المستوى. كل ثقة بلاعبينا، خصوصا مع قيادة المدرب القدير أحمد صالح، أن الأمور تتحسن. والحمد لله عندنا ثقة كبيرة في لاعبينا أن الأمور راح تكون تحسن، ووضعنا راح يتحسن، وراح يعني يكون مستوى مركزنا في المركز المناسب إن شاء الله. مع الروح موجودة في اللاعبين، أتمنى من الجمهور بعد أن يؤازر الفريق ويشجع والحضور، ومع الالتزام طبعا بالأخلاق والتشجيع النظيف والأمور هذه، أن الروح هذه تكون موجودة دائما. إحنا معروفين كجمهور، كمحبين للنادي، كمحب لأهل القرية، دائما إحنا يعني نتابع أمور الفريق. فالتشجيع والتحفيز الموجود والدعم ان شاء الله موجود، وروح الفريق ان الله بيوفقنا وبنكون موجودين ان شاء الله دائما في الدرجه الممتازه اللي احنا نطمح فيه، ولاعبينا قد المسؤوليه بيكونون ان شاء الله. امنياتنا ان يكون فارس في الوضع الطبيعي من خلال العمل المستمر كفريق متكامل من جهاز فني وإدارة ولاعبين وجماهير ومحبين، إن شاء الله يد واحدة نحو إنجاز مستمر لنادي يعشقه الجميع. طبعا أعدادنا الفترة اللي راحت، الفترة اللي هي متركزة على كأس الملك والقسم الثاني، إن شاء الله أعداد ماشي من أحسن ما يكون. التزام اللاعبين، طبعا في البداية أشكر اللاعبين على التزامهم وجديتهم في التمرين. طبعا الجدية بتنعكس في الفترة الجاية إن شاء الله. إحنا ننتظر اليومين ذي تجربة المحترفين، إن شاء الله نتوفق يكونون دعم حق الفريق بعد. اللي واثقين منه الحمد لله ومتأكدين منه إن الفريق بيطلع بصورة أحسن من الفترة اللي راحت. الكل اجتهد، لاعبين، جهاز فني، تصحيح الأخطاء اللي واكبت الفريق في القسم الأول. ومثل ما قلت لك، احنا متفائلين ان شاء الله ان الفريق بيطلع بصورة احسن، واحنا طبعا مو متخوفين عن النزول لان هاي مو في بالنا. الحمد لله الفريق ان شاء الله بيوصل لمركز احسن ان شاء الله. وتحياتنا لكم ان شاء الله، نتلاقى ان شاء الله في افراح نهاية القسم الثاني ان شاء الله. فريق المالكية هجمة وخطرة، وهو الجول، هو الجول، الله، جول ملتاوي في الدقيقة 41. قلت يعني بالنسبة للدور الثاني، يعني اللي أشوفه حماس اللاعبين، خاصة اللاعبين يعني اللي لهم دور في الفريق، إن راح يسوون شيء. أنا في نظرتي راح يسوون شيء، وإن شاء الله نتوفق في اللاعبين القادمين المحترفين. طبعا التوفيق على يد الله سبحانه وتعالى، ولكن انا احس في نوع من الحماس في اللاعبين، وان شاء الله نحقق يعني كل شيء في يد الله سبحانه وتعالى. Okay, I want to appreciate the my care fans and the people of my care for their support and also the management of the club for their support, and we hope that in the next round of the league we will move forward high in the league. Inshallah my care falls inshallah in the next round. We hope they keep supporting us. الدور الثاني إن شاء الله الفارس قدم مستوى مغاير عن الدور الأول، خاصة الوقفة اللي صارت. إن شاء الله نتمنى يكون فال خير للفريق، بالإضافة للمحترفين إن شاء الله الأجانب يكونون دعم للفريق. نتمنى وقفة الجمهور ونوعركم إن شاء الله بمستوى ممتاز. استعداداتنا حق الدور الثاني إن شاء الله قاعد نبتدي من الحين، قاعد مباريات ودية، وإن شاء الله نجهز الفريق بأحسن صورة، وإن شاء الله نوعد الجمهور إن شاء الله نكون في المراكز المقدمة إن شاء الله.
اتمنى من الجمهور يوقف ويانا في الدور الثاني ان شاء الله ما نخيبها ان شاء الله يتحسن المركز ونبقى في الممتاز. بصمة كبيرة من لعبة نادي المنامة وهنا تقليص الفارق او هدف الثاني المالكي ياتي عن طريق ايضا اللاعب هاشم السيد عدنان يقلص الفارق الى هدفين. ان شاء الله نطلع بصورة احسن في القسم الثاني، نوعدكم ان شاء الله بالمراكز المتقدمة بوجود اللاعبين بالاضافة الجديدة، رجعت بعض اللاعبين محمد درويش عيسى وهوب، وعندنا كم يعني محترفين اثنين جدا وان شاء الله يفيدون الفريق ونفرحكم ان شاء الله في الدور الثاني، معناه نكون افضل وان شاء الله نقدم الاضافة ونطلب التوفيق ان شاء الله من الله عز وجل باذن الله. I'm happy come here. Everything is okay. Team and coach is good people here. Accommodation good. Come here today's I have training. Everything is okay. I come here from help team. And now I look result is place 9. Come together. I'm sure he have good results from team together. والله التفاؤل موجود إن شاء الله، ونيت من الجماهير فارس الغربية لعودونا على متابعتهم، وإن شاء الله ما نخيب الظن بحكم الفريق في ثوب جديد إن شاء الله في الدور الثاني، إن شاء الله توفيق الجميع. أول تمرين أجي. وأشوف الشباب ما شاء الله عليهم حماس وفيهم أن يسوون نتيجة، وأتوقع أن راح حقق مفاجآت إن شاء الله. إن شاء الله في الدور الثاني إن شاء الله النتائج كلها بتبدل إن شاء الله، المحترفين الجدد إن شاء الله، وفارس الغربية خلكم مع الفارس. أتمنى إن شاء الله الموفقية للفريق وحضور الجماهير إن شاء الله، وعندي وجهة نظر أوصلها إلى اللاعبين أن يتكاتفون ويصيرون كالبنيان المرصوص خاصة في هالفترة ولا سيما في الدور الثاني، وإحنا إن شاء الله قادرين من دام إحنا عندنا حاليا 6 نقاط، فإن شاء الله أقل شيء ناخذ إحنا 8 نقاط من الدور الثاني، فهذا يخلينا البقاء في الدرجة الأولى إن شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق للجميع إن شاء الله.